الحمد لله، طبعا كان فوز مهم جدا النهارده، ومباراه كانت مهمه. يمكن تواجدنا هنا في تونس انا والجهاز اللي موجود معايا منذ شهر تقريبا، وزي ما انت عارف صفاقسي اسم كبير طبعا، لكن كان بيمر بعض الصعوبات نتيجه كان ممنوع من الانتدابات، وفي نفس الوقت يمكن اما حصل ان الموضوع اتحل وابتدى في شهر يناير كان معظم عناصر الفريق الاساسيه رحلت عن الفريق، وتم الاستعانه ببعض اللعيبه الشباب ولعيبه جدد لفتره بسيطه. ويمكن انا جيت على اساس ان انا اعيد تكوين قوام الفريق، وفي نفس الوقت ان انا اصنع فريق يليق باسم الصفاقسي. يمكن الفتره كان فيها برضه بعض المحاور الهامه جدا، البطولة العربية ومقابلة قطر، القطري اللي الحمد لله قابلناه في مباراتين وتم إقصائه في مباراة ذهاب وعودة، وفي نفس الوقت يمكن لعبنا أربع مباريات في الدوري تعادلنا في مباراتين وكسبنا في مباراتين، لكن يمكن في خطأ إداري حرمنا من الثلاث نقاط بتاعت أول فوز اللي احنا فزنا فيه. صحيح. فبالتالي الفوز النهارده كان مهم جدا، لأنه كمان قدام فريق كبير قدام الترجي، وبيثبت عناصر مهمه جدا عند اللعيبه ان هم يثقوا في نفسهم، يعني يصدقوا ويؤمنوا ان هم قادرين بالتطور اللي بيحصل يوم عن يوم، ان هم يواجهوا فرق كبيره ويلعبوا مباريات كبيره ويتعاملوا مع ضغوطات المباريات الكبيره. فالفوز على الترجي يمكن النهارده حقق جزء كبير جدا من اللي انا بقوله ده، واللي كان مهم جدا عندي كمدير فني ان هو يصل الى اللاعبين. فالحمد لله على الفوز، الحمد لله.